السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يومكم طيب. اليوم في عنا فيديو بطلب من واحد من الشباب، أحد الشباب عن مخزن الكوميتا لينكس. في حال إن عبيتها بطريقة غلط وحصل الرش اللي داخل فصل المخزن وما عادش بيتنحى، كيف تطلع الرش وكيف ترد المخزن لإمكانه؟ طريقة فكان لازم ينف أول لازم يفك. طريقة الفك، تفك المرغي هذا الأول. وتنحي الغطاء البلاستيك. بالطريقة هذه تقدر تفرغ المخزن إذا كان عندك رش حاصل في المخزن، لكن لو انفك معاك المخزن كيف تقدر ترجعه؟ يعني هذه مشكلة صارت مع واحد من الشباب، ما عادش عرف كيف يرجع المخزن للوضع الطبيعي بتاعه، حصل فيه رش ولما جاي يفك طلع الرش لكن في التجميع ما عادش عرف يجمع. الفكرة سهلة، في الجرارة بتاعت الرش في عندي فتحة صغيرة اللي داخل هدية، عندي النابض فيه من جهة فيها سن طويلة ومن الجهة التانية سن بالعكس. السن الطويلة هذه ندخلها في الفتحة يلي هنا، خلاص تو ركبت. والسن التانية اللي من الجهة هذه فيه عندي في المخزن الفتحة هذه، ركبها فيها هنا. عندي المخزن النابض متاعه ركب، لكن بعد ما نركب بالطريقة هذه نلف المخزن لفة كاملة، الترس الداخلي نخليه يلف معاي قبل ما نرجع لإمكانه لفة كاملة، باش نعطي قوة ضغط للنابض انه يركب في مكانه صح. ايوه طبعا لفة كاملة. في عندي السن هذه وفي عندي التأمينة هذه، القفل متاع المخزن المفروض القفل لو كان قف معي هنا لا نسحبه ونرده بالطريقة هذه، بحيث اني لو نأته دورت المخزن طلقت يتسكر معاي بشكل طبيعي. خلاص هنا نرجع البرغي ونسكر على المخزن هذا المخزن وتصلح.